سباق بضع ساعات لتهيئة المطار في شكله الجديد بعد توسعة شملت الأرضية القديمة وأجزاء كبيرة من محيط المطار. تكون المطار بمدرج مسافة 3 كيلو وعرضه 45 متر وممر 3600 متر. مدة الأشغال 12 شهر ابتداء من ماي 2023. أهمية المطار أنه تكمن في يعني راح يفك العزلة على المناطق الهضاب العليا خاصة يعني الوسط والمناطق الشرقية، وسيمكن كذلك من دفع قوي لقطاع السياحة. الأشغال التي تشرف عليها مؤسسة كوسيدير ومخابر وطنية أثبتت كفاءتها على أرضية الميدان بنظام التناوب. إن شاء الله هذا المشروع يكون وسيلة للنقل ويخفف نقل البضائع للمسافرين يجون لنا البسعادة للحضنة اون جينيرال. أنا كمخبر خدمتي مراقبة الأشغال العمومية، مراقبة الجودة تاع لي ماتريو، كاين معايير لازم مقاييس نمشي عليهم اللي ما نقدرش نديباسيهم باه يكون مشروع ناجح. تهيئة وتوسيع مطار بوسعادة سيعيد للمدينة السياحية بريقها ويفتح آفاقا مستقبلية لإعادة بعث السياحة في المنطقة.